الفل على الاكيله في كل مكان، واهلا بيكم وحلقه جديده وطعم جديد وتجربه جديده. النهارده موكيتو في مصر الجديده، مول جديد كده في مصر الجديده اكتشفناه. اصلا موكيتو ده اسم قهوه فرانشايز، اوكي، ومنه جاب الفرانشايز القهوه في مصر من ايطاليا، ومنه راح باني حواليه المطعم، حوالين القهوه دي موكيتو بنى حواليه المطعم، فطار وغدا وعشاء طبعا، باستا وبيتزا والكلام ده كله بمكونات ايطالي، بشيف ايطالي من اصل سوري عايش في ايطاليا 40 سنه، عمل تجربه كامله حوالين القهوه. احنا مش هناكل قهوه، احنا جايين ناكل، فمش هندوق القهوه. تعالوا نجرب التجربه او نعيش التجربه مع بعض ونشوف مدى ايطاليانه التجربه. بس كده بقى الفيتوتشيني بتاعنا او التاجياتيلا. ايوه الطماطم الايطالي فاكهه بجد، لما مسكره سنه كده مع البتنجان والجبنه رهيبه وخفيفه. Sole mio, sana fronte a te, o sole mio. يا لهوي يا لهوي، لا لا هيقرب من الطبق ده هغزه. خليك في البيتزا اللي عندك دي. ها هنعمل دلوقتي انترفيو مع الشيف بتاع المطعم، الشيف ماركو. هو ايطالي من اصل سوري وبقاله 40 سنه في ايطاليا ولسه جايبينه على مصر هنا. تشاو تشاو، بس خلاص خلص الايطالي بتاعي، هو تشاو يعني ما تفتكرش ان احنا هنكمل يعني. سولو كوزي كابيسكو ما نون بوسو فاري una conversazione. المهم يعني انا دلوقتي انت بقالك كام سنه شيف ايطالي؟ ايطاليا بقالي تقريبا 40 سنة. وبتتكلم مصري لهلوب. ما انا خلاص بقى نسبتكم في مصر ايه نسبتكم في مصر. نسبتنا؟ انت متجوز مصرية. بس أيوة. كنت عايش في ايطاليا. ايوه. يعني كنت متجوزين وعايشين في ايطاليا. في ايطاليا. دي ست مسيطرة قوي يعني، خليك تتكلم مصري. جدا. مش انت اللي خليت تتكلم سوري. لا هي اللي خلتني اتكلم مصري. مسيطرة يعني. لما جيت مصر هنا، انا عارف ان معظم المكونات اللي بتستعملها مستوردة. أيوة. الصلصة والباستا، وفي عندك نوعين باستا، عندك باستا مستوردة من ايطاليا وعندك باستا انت بتعملها هنا. ايوه. القمح مصري ولا ايطالي؟ ايطالي الماني. ايطالي الماني القمح اللي بتعمل منه الباستا. طيب بتختار ازاي ان الطبق ده يتعمل بالمكرونات اللي هي مستوردة ولا اللي معمول هنا؟ بختاره حسب هو نسبة الدقيق، نسبة الكثافة بتاعته، وبيديني في العجن الكميه الصح، تبقى وقفه العجينه صح. اوكي. فعلى الاساس ده جربت خامات كتيره وفي الاخر ما لقيتش افضل من الايطالي والالماني. الايطالي والالماني، بس انا كنت دايما اسمع ان القمح المصري
البروتين بتاعه عالي فبيبقى في الباستا متميز. يعني لدرجة ان في بعض الحاجات اللي كنت قريتها ان فكرة الباستا معمولة اصلا من القمح الايطالي المصري ايام الامبراطورية الرومانية، معرفش ايه مدى صحة المعلومة دي بس anyway يعني ايام ما كان الدقيق المصري كان دقيق، انما دلوقتي للاسف حاجات كتيرة مش مظبوط. مش مظبوط. طيب ازاي بتختار الطبق اللي نزل للعميل، مكرونة معمولة هنا ولا المستوردة؟ اللي انت عاملها ولا المستوردة؟ لا انا بختار اللي انا عاملها. اوكي. لاني عارف ان اللي انا عامله حاجة مختلفة ومعمولة صح وطعمها جميل جدا. في ايطاليا كنت برضو انت اللي بتعمل الباستا بتاعتك ولا كنت بتشتغل بحاجات من السوق؟ لا كنت بعمل الباستا بتاعتي. طيب نيجي لحاجة تانية، ايه الافكار الجديدة اللي اضفتها؟ لان احنا عندنا هنا سوق كبير للباستا والبيتزا. الشعب المصري عامة بيحب الباستا والبيتزا. فايه اللي اضفته يشد الناس للمطعم لموكيتو؟ هي طبعا الصوصات اللي بتتعمل مع المكرونات، تكوينة الصوص بنشتغل احنا في البان اللي هي الكريمة اللباني الايطالي مع اضافات حاجات تانية ليها بتاعتك انت، بتدي الطعم اللي هو اللي بيبقى متمازج مع حسب الجمبري السلمون اي حاجة هتتحط مع التاني. طب هسألك، حسيت بفرق في اختيار الاطباق ما بين مصر وايطاليا؟ جدا. هنا بيفضلوا ايه وهناك بيفضلوا ايه؟ هناك بيفضلوا الطبق ان يبقى واخد طعم جميل بس خفيف. هنا عايزين الطعم والكثافة يبقى مليان، يبقى تقيل. يعني ياكل ويشبع. يعني طريقة الطبخ تختلف ما بين ايطاليا ومصر. طريقة الطبخ هنا نقول تقريبا هي هيلسي اكتر من الطريقة اللي في مصر. اللي هنا هم اكتر بيحبوا الاكل اللايت بالطعم. ايوه. اوكي. وعشان كده في جزء كبير من المطبخ الايطالي عبارة عن زيت زيتون. يعني كل حاجة بزيت زيتون. بالظبط. طيب خلينا بقى ايه، يعني احنا اتكلمنا كفايه وانا هروح اكل، بس عايزين نوري الساده المشاهدين وانت بتدخل العجينه. في عجينه جاهزه؟ جاهزه. اوكي. وانت بتدخل عجينه وبتطلع لنا من الناحيه الثانيه مكرونه. طيب. هروح اقف مكانك انا بقى. اتفضل. ادي العجينه اللي احنا بنعملها. ده انت اللي عاملها بنفسك؟ معمولة بالدقيق الألماني. اوكي. طيب استعمل طبعا الدقيق. اوكي. بتحط العجينة في الدقيق. بتحطها في الدقيق وبعد كده. ده دقيق ألماني بس صرف؟ ده دقيق ألماني. ولا برضو ألماني إيطالي؟ لا ألماني. اوكي. طب وبتحط حاجة هنا؟ انت الأول بتبططها. ايوه، لان هي هتطلع فيتوتشيني، الفيتوتشيني الايطالي الصرف. اوكي. لا ما اوكي. المشكله ايه؟ فين بكر؟ نجيبها كده. حاجة وبعد كده ايه؟ كده بقى وصلت للرفع اللي انت عايزه؟ لا لسه مرة. مرة كمان؟ توصل. ايوه. دي عندنا اسمها تالياتيلي او فيتوتشيني. فيتوتشيني او تالياتيلي. دلوقتي نحطها هنا. ونحط الطبق تحتيها؟ لا ما نحشلها على طول. اوكي. I have to eyes I can see. بس ده كده بقى الفيتوتشيني بتاعنا او التالياتيلي. ايوه. اوكي. دي الفيرو فيتوتشيني او اللي هي الاصلي الفيتوتشيني الاصلي. فهمت. اوكي. اللي بنعمل منها بقى مكرونات بالسلمون والجمبري. بس دي المكنه دي ما بتطلعش بنه؟ لا. بتطلع بس الفيتوتشيني. بتطلع فيتوتشيني وحاجه شبه الاسباجيتي اللي هي اسمها تاليوليني. بتبقى اصغر من بس ادخن من الاسباجيتي.
يعني في النص ما بين السباجيتي تقريبا نفس التخن. اوكي، فالمكنه دي بتطلع فيتوتشيني او تالياتيلي مستنيين بقى ان شاء الله تيجي المكنه الثانيه عشان نطلع بقى البني والفوزيلي والفرفالي والحاجات الثانيه. وانا وانت ورقصني يا جدع. طب يلا نروح ناكل. هنبتدي اول فقره. طلبت سلطه البورتوفينو اللي هي دي، وطلبت ثلاثه ابيتايزرز، بارميجانا على الفرنو او بارميجان في الفرن اللي هناك، كوكتيل على جمبريتا، جمبريتا اللي هو الجمبري شيم كوكتيل يعني، والسالمون بروفوماتو. هنقول كل حاجه معموله ازاي. ده عباره عن جمبري، سموكت سالمون، ارجوله، سويت كورن، ذره مسكر، جبنه بارميجان، عصير ليمون، وزيت زيتون، والارجوله ده اللي هو الجرجير. اوكي، ناخد نقلب ده الاول. استنى، لا في حاجه قبل ما نقلب. تعودنا هم عندهم هنا بينزل لك بلاستيك لو انت عايز، انا بفضل اكل بالمتل فنعمله. خلي بالكم لما تيجي ترشوا الشوكه والسكينه، رشوها بالكحول الابيض مش الملون. ملون بيبقى فيه ريحه، بيبقى فيه يعني مش بيور كحول. اوكي، فناخد الملون الابيض قصدي، ونقوم رشينه كده بعيد عن الاكل زي ما وريتها لكم كتير قبل كده، بس يعني المره دي بعملها قدامكم. وبعدين هو جاب لي ليمون عادي وليمون اداليا، بس الليمون العادي بيبقى الاسيديتي بتاعته اعلى شويه، الحمضيه بتاعته اعلى شويه، فهنعملها بالليمون البلدي بتاعنا. اوكي، طبعا ده المفروض يتعمل قبل ما نبتدي تصوير، بس انا بعمله ليكم. ليه احنا اخترعنا الموضوع ده، او قعدنا سالنا نطهر ازاي شوكه وسكينه والكلام ده عشان ناكل بيها؟ لان موضوع الاكل بالبلاستيك في حاجات معينه بتبقى، اولا مش كل انواع البلاستيك بتقدر تاكل بيها كل حاجه، لان في منهم بيتكسر، وثانيا احنا بنلاقي حلول في الاخر، يعني عشان ابقى صريح معاكم، بنلاقي حلول في الاخر عشان المطاعم ما تقفلش. احنا بندور على المطاعم اللي عندها اوبن اير، بندور على المطاعم اللي بتعمل الخطوات الاحترازيه باحترافيه، يعني عشان نفضل نزق في المطاعم وما تقفلش. مطاعم فاتحه بيوت كتير جدا 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 جدا، واصغر مطعم مش بس الموظفين اللي فيه، ده فيه كمان الناس اللي الموردين بتوعهم، فطبعا سوق عملاق يعني. المهم نرجع تاني للبورتوفينو، ناخد الدريسنج بتاعه ده نقلبه كده، بعدين نحطه على الجمبري والسماه عشان ناكله زي ما الشيف عايزنا ناكله. اوكي، نبتدي الاول بالجمبري. هو حاط كمان سويت كورن، دورة حلوة، والباد تحت او السرير اللي تحت زي ما لو ترجمناها حرفيا جرجير. ناخدها كده، ناخد شويه جرجير كده. تحفه، طعم مختلف عن ما متعودين عليه، لان عاده الحاجات دي بينزل معاها صوصات مسكره. انا ليمون
ليمون وزيت زيتون. بس هو اللي انا مش شايفه البارميزان. انا مش شايف بارميزان. الشيف نسي يحط بارميزان. هو المفروض بيبقى عليها جبنه بارميزان. اوكي فيري نايس. ما اعرفش بالجبنه البارميزان كانت هتبقى شكلها ايه. طيب دي سلطه حلوه قوي للي بيحبوا سي فود. هو ب 109 بس طبعا ده اغلى سلطه عندهم. بقيه السلطات ب 48 وب 68. اوكي ناخد بعد كده اللي احنا بنسميه شريم كوكتيل. احنا متعودين عليه كده في كوبايات كاس ومش عارف ايه وبتاع. وناس كتيره قوي بتستعمل الصوص او الدريسنج بتاع السلطه الثاوزن ايلاند. هو لا هو مستعمل اورورا صوص وخس وسويت كورن. الصوص بتاعها اورورا دريسنج مش ثاوزن ايلاند. نجرب. هو قريب قوي من ثاوزن ايلاند باي ذا واي. فواضح انه في تشابه شويه في الطعم ما بين الاورورا والثاوزن ايلاندز. انا ما اعرفش لان انا مش شيف، فاعذروا جهلي لو دي معلومه معروفه عند بعض الناس. تحفه. ده بقى على عكس السلطه الاولانيه، ده في اتجاه الطعم المسكر. اوكي بعد كده ده الكوكتيل جامبريتي ب 112. اي حاجه فيها جمبري او صماعة ده هتلاقوها اغلى حاجه، ده معروف يعني. بعد كده السلمون بروفوماتو، ده سموك سلمون او سلمون مدخن عليه بلساميك ماسترد. بلساميك ماسترد جديده دي. بلساميك ماسترد صوص وتوستد بريد عليه بتر وجارليك. توستد بريد عليه عيش توست يعني، عليه زبده وتوم. حاجات اللي بتطير من بقي دي. زبده وتوم وعليه كمان دل اللي هو الشبت، وانا بحب الشبت. ناخد طبعا ده. ونودي الطبق ده. نحط دول هنا. اوعي توقعي بقى ما تفضحينش. وبعدين نمسك الصوص نقلبه برده زي ما قال وننزل الصوص الدريسنج. وقال ان الصوص كلمه صوص بتقال في الطبيخ والدريسنج في السلطه. ما اعرفش. كما قال الكتاب المفروض ان انا باكل ده. هو الشبت فين؟ شبت في الصوص. اوكي. ان انا باكل ده. نبعد دي كده عشان تشوفوها في تشوف الطبق في الكاميرا. الشبت في الصوص نفسه. انا بحب الشبت. كده. سيبكم التوست، خلينا مركزين في صوص المستردة ده بالشبت. بلسمك مستردة وشبت يختي. طعم مسكر على خفيف قوي 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 وتحفة. لا حلوة دي. This I like. يعني يمكن عجبني اكتر من الشريمب كوكتيل. الشريمب كوكتيل مسكر بجد. ده على خفيف وبعدين قطمة التوست اللي فيها الزبدة والثوم. ها
ونوع التوست كمان كرانشي صغير حلو حلو. طيب بعدين هنجرب اخر حاجه اللي هو الابيتايزر السخن بقى. اوكي ده اللي هو بارميجانا الفورنو، ده لايرز من البتنجان والموتزاريلا وتوميتو صوص اسمه سان مارزانو متغطي ببارميجان وفي الفرن. عايز اوري الاول ايه، الاول نفتح كده نفتحه كده ونفرجه للسادة المشاهدين بعدين ندوق. بتنجان وجبنة أو جبن وطماطم، صوص طماطم في الفرن. الطماطم الإيطالي فاكهة بجد، انتوا عارفين ان الطماطم اصلا فاكهة واحنا من اول الشعوب اللي استعملوها في الطبيخ، بس المهم يعني الطماطم الإيطالي فاكهة بجد لانها مسكرة سنة كده مع البتنجان والجبنة رهيبة. رهيبة وخفيفة. انا بقى لو منهم انزل التوست ده برضو هنا. هو التوست ده معمول عشان تحط عليه باي ذا واي، التوست معمول عشان تحط عليه حته الصناعه، بس فكره ان انت تاكل التوست اللي بالزبده والثوم مع هذا الخليط الجميل اوف. طعم حلو قوي وخفيف. هتقولي خفيف والجبنه دي كلها؟ مش حاسس بتقل ولا بندغه. لا تحفه. طيب ده ب 74، الكوكتيل قلنا ب 112، و السالمون بروفوماتو ب 128 دول، وقلنا ده ب 109 بس قلنا في اسعار تانية. كده خلصنا اول فقره. عايز اقول بس ان ده بينزل كده ولا كده ضيافه، توست بتاعهم، العيش بتاعهم، وفي حاجه حراقه مش هدوقها، وفي ده غالبا يعني غالبا هيبقى زيتون، بس خلينا نتاكد. ايه ده؟ ده من زيتون. استنوا بقى، ده قلب البتنجان ومعمول بالثوم. خلطة الماء يعني، بس من ضمنها ثوم باينة قوي. خلطة قلب البتنجان مهروس معاه ثوم وحاجات تانية، وعامله لك كده اللي هو ايه، تعزقس فيه قبل ما يجي لك اول طبق. لا 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 حلو قوي. التاني حراق فمش هقرب منه، بس يعني ممكن نبص عليه نشوف ده ايه شكله، عامل زي الهريسه شويه. ريد تشيلي بيبر او ريد بيبر، حراق حراق قوي. كويس اني ما دقتوش قوي. المهم يعني ما تلاقيش زيتون. عاده في المطاعم الايطالي بيحط لك مع التوست ده بيحط لك زيتون مفروم اخضر او اسود، وتقعد تتسلى فيه مع بعض. طيب ننتقل الى الفقره الثانيه.
الفقرة التانية اللي هي البيتزا والباستا، واخترنا حاجتين من كل واحدة وما عندهم اختيارات كتير. اول حاجة السيتشيليانا، يعني اللي جاية من سيسيليا. السيتشيليانا اصلا بتنزل حرقة او ميديوم سبايسي، يعني انا طلبتها مش سبايسي خالص، وعبارة عن سان مارزانو توميتو، نوع الطماطم دي اللي هو نوع من انواع التشيري توميتو اسمها سان مارزانو، وموتزاريلا وسوسج اللي هو السجق وبيبروني، هوت صوص، احنا ما حطيناش هوت صوص، بصل، طماطم عاديه، جورجونزولا تشيز ودي انا بعشقها، واوليف اويل، زيت زيتون. طيب لا 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 بلاش حاجات القرعه دي، ده جوافه بالنعناع، هنجيله دلوقتي. انتوا عارفين انا بحب الليمون بالنعناع، هم غيروا لي وخلوها جوافه بالنعناع. طيب نبتدي. واضح طبعا ان هو معمول على فرن حطب لان عندنا الطرف ده اسود. انا باكلش الاطراف فمش فارق معايا عشان بس ما. طيب من جدوق الاول بالسجق بس. بعينه دوقها بالبرفكت بايت اللي هو بالبابيروني والسجق والجبنه. يختي لا بقى ايه بقى، مين عينه في البيتزا يعني؟ مش فاهم، ما انتوا حاطين لكم بيتزات بقى، ما تسيبوني اكل. ناكلها كده والله ما انا سايبك. واحسن طريقه لاكل البيتزا اصلا هي كده. الفليفر عالي قوي، النكهه عاليه قوي بتاعت البيتزا. توازن ممتاز ما بين النكهات المختلفة، السجق والبيبروني والطماطم والجبنة والتحفة. بعدين ناخد البيتزا التانية دي بكام؟ استنى نقول السيتشيليانا ب 116، يعني تاكل تأكل انسان زيي او انسانين طبيعيين. بعدين ناخد نغير بقى، ناخد التانية دي، دي اللي بالصماء، ودي عبارة عن استنى بقى نقول اسمها الأول. عفن سالاموني سان مارزانو توميتو صوص، برضو صوص الطماطم من النوع اللي هو سان مارزانو، جبنة موزاريلا، سموك سالمون، بصل، ماسكاربوني تشيز، أرجولا اللي هو الجرجير، وزيت زيتون. اكلك منين يا بطه اكلك؟ طب تعالى نحط عليها الجرجير ونمسكها بالايد زي ما المفروض البيتزا تتاكل، يعني نعمل كده. عيب البيتزا الايطالي بقى ان انت ما بتقدرش تمسكها كده بتتلوي، لازم تقلبها لجوه، لازم تقلبها كده عشان لو انت مسكتها وقفلتها بالدلده اللي تحت برضه اللي بتبقى رفيعه. وناخد القطمه اللي فيها كل حاجه. رهيبة طبعا، احلى حاجة فيها الجرجير المصري، ها هو اللي مطعمها. ها رهيبة. انا انصحكم تاكلوها بالطريقة دي، تجيب الجرجير، ولو انه ده شكله مش جرجير مصري وهيبقى شكله وحش قوي. المهم نجيب الجرجير ونحطه على القطعة
الاول نبعدهم عن بعض كده. وبعدين نقلبها لجوه كده الاول. مزيكا والله العظيم انتوا بتفكرين بهرجة. لما باكل حاجة طعمة بسمع مزيكة البلد اللي انا باكل منها، صدقوني بتكلم جد، بيجي في الذاكرة بتاعتي اغاني ايطالي مثلا سمعتها في حياتي تجيلي وانا باكل دي مثلا. رهيبة. هي دي جامدة. بس دي نور عقل. نور عقل. لا يا جماعة لا لا لا. دي خطر على الصحة النفسية. اهي بقى من نوع الاكل اللي تصالح بيه نفسك. او مثلا مزعج مراتك مصالحها بدي. مراتك مزعلك تصالحك بدي. حاجة كده. خلصنا البيتزا ندخل على الباستا. طيب ناخد بس بق الاول من الجوافة بالنعناع دي عشان نفصل ما بين طعم البيتزا والباستا. طبعا اسهل حاجة تفصل بيها الصودا. والله اختراعها مش بطل ابدا. وبجربوه يا جماعة جوافة بالنعناع ده حلو. نوع نعناع فريش. طيب هو عادة ده بيتعمل مع السباجيتي بس انا بحب اعمله مع اي مكرونة او اي باستا طويلة. اللي هو موضوع ان انت بتلمها جوه المعلقة. نقلب بس عشان اللي فوق خد عوامل تعرية اللي تحت لا. تمام نعمل كده. تخيل بقى لو انا ما عملتش بالمعلقه هتلاقي بتاع دي نجلجلي على دقني وجاي بقى قميصي بقى ولا والله القطمه كمان وقعت من القطمه تنزل على البنطلون. فايه من خاف سلم نعملها في موضوع المعلقه ده اسهل. الحته ايوه O sole mio, sana fronte a te, o sole mio. يا لهوي يا لهوي. لا لا هيقرب من الطبق ده هغزه. خليك في البيتزا اللي عندك دي. ها ده ايه بقى؟ دي اسمها الديليكاتا فريش هوم ميد تالياتيلي. اللي هي المكرونه دي اسمها تالياتيلي او قلنا فيتوتشيني تالياتيلي بالجمبري والمشروم والسبانخ والبصل وبينك صوص. انا مش شايف بينك صوص، انا شايفه قالب على وايت صوص بس يعني هم قالوا بينك صوص يبقى بينك صوص. والاخضر ده ايه بقى؟ دي السبانخ. لا لا يا جماعه لا 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 زيز دينجرس دينجرس على الرجيم اول بقى. يا عم اقعد بقى رجيم. يا عم انا هسيب الطبق ده لمين لما انا اعمل رجيم يعني؟ يعني خلينا رهيبه بجد. وانتوا عارفين انا ما بجاملش يا جماعه، انا حاجه وحشه. ما فيش حاجه اسمها وحشه في المطلق. في حاجه اسمها مش ذوقي. انا اكل ذوق. فانا عادة لو حاجة ما عجبتنيش بقول انا مش ذوقي. ده مش ذوقي خلاص يعني مش اخر الدنيا. انما محبي الطعم اللي هو المسكر السنة ده بتاع الكريمة والبتاع انا بعشقه. لا 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 This is يعني طيب اتارينا بناكل طوب في البيت يا جماعة. انا ما نعرفش. هات بقى دي رجع ده هنا.
احنا ما قلناش السعر اللي راح فين. اه السبيناتشي اللي هناك ده، لا هو ده ولا ده، انا اتلخبطت. اه سوري، ده الديليكاتا اللي فيه الجمبري. الديليكاتا ب 110. هنيجي دلوقتي للسبيناتشي اند فونجي، يعني سبانخ ومشروم، دي ب 86. فيتوتشيني وذ سبينش، سبينش اللي هي السبانخ، مشرومز، كريم، بارميجيان، جبنه بارميجان وزيت زيتون. نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، عشان اللي تحت ده بيبقى هو اللي محتفظ بال، هو المشروم مفروم شكله كده، انا يعني مش شايفه خالص. لا مش مفروم ولا حاجه. نغطي بجبنه. سخن من الاهلب صح. دي طعمه فيها شبت، انا شايف فيها شبت طعمه، وفي السكه الطعم المسكر اللي احنا اللي انا بقول عليه وبتاع، بس مايعه شويه. يعني ايه مايعه؟ هتحس كده طبعا، انا مش شايف يا جماعه ما تاخدوش على كلامي، بس تحس كده انه عايز شويه حدوئيه، شويه فليفر، يعني مش عارف، يعني انا فلاح بقى واقول لك حط جبنه رومي، لا بس يعني قصد يبقى فيها شويه طعم مملح شويه. انما هي اللي عشاق الوايت صوص والكلام ده بيرفكت طبعا، يعني بس انا للاسف عشان كلت الثانيه قبليها، فالثانيه بالنسبه لها يعني وزير، دي وزير، انما ده رئيس وزراء حاجه كده يعني. اميره، انما دي ملكه حاجه. لا جميلة جميلة، واضح ان هو الشبت مليان في الصوص، مش بس سبانخ. طيب هي لا ما فيهاش شبت، شبت في الجرنش بس في الديكور، ان هي مشروم وسبانخ وكريمة. حلوة بقولش لا، بس مش زي المجرم اللي هناك ده. المجرم اللي هناك ده وغالبا اللي عامل كده، خليني بس اديني دقيقة. الديليكاتا عارف، لا مش عارف ايه اللي عمل كده، طبعا انا مش شايف. طيب قلنا كل حاجه، قلنا سعر دي ولا لا، دي ب 86 قلنا اوكي. وصلنا لاخر التجربه بتاعت النهارده، خلوني بقى ايه اخد نفسي كده واخد لي بق تاني. اولا قبل ما نقول رايي، قبل ما نختم يعني التجربه، لازم اقول انه هو اوريدي عنده شق كامل انا ما قربتش منه، هو بتاع الفطار. احنا خدنا الشق بتاع الغداء والعشاء، وعنده شق فطار كمان غني جدا. لما نيجي بقى في الحته اللي احنا دقناها، المنطقه اللي دقناها، مفيش حاجه تقدر تقول عليها يعني مفيش حاجه اقدر اقول عليها لا مش ذوقي، لا هي النقطه انه بفضل حاجه عن حاجه، بس الحاجه معموله بعنايه جدا وبتركيز جدا. ولما كان الشاب بيكلمني في الانترفيو ويقول لك نسبه المكرونه والنسب بتاعت القمح ومش عارف ايه وبتاع، فنور عندي لمبه حمراء لما جيت اكل بعد كده، ان هو الراجل ده بياخد باله من نسب كل حاجه كشاف. يعني حلوه يعني كل حاجه معموله بعنايه بشياكه. كفايه ان انا اقول لك ان تجربه طويله عريضه ما ضايقنيش غير حاجتين، حاجه ما لهمش يد فيهم وحاجه سوء اختيار. اللي مالهمش يد فيهم هو ان احنا لازم نطفي التكييفات عشان صوتها عالي واحنا في التصوير، فبالتالي وانت جوه، والنهارده بالحظ درجه الحراره 27، فانا قاعد حران، هتلاقوني بنشف عرقي وبتاع، بس ده ما يخصهمش لان هو في التشغيل العادي هو هيبقى مشغل التكييفات، صوتها عالي في الكاميرا. الحاجه الثانيه بقى اللي انا بلومه عليها هي الكرسي. الكرسي ده كرسي كوفي شوب حلو جدا، وهو حاطه في الاوت دور حلو جدا، بس مش كرسي بتاع اكل. اولا لان النسبه بتاعته مش مظبوطه مع الترابيزه ستاندرد. الكرسي عالي دايما، بتاع الكرسي بتاع الكوفي شوب بيبقى اعلى شويه من الكرسي بتاع الاكل، اوكي. فانت لما تيجي توطي انت بتقتب عشان تاكل، اوكي، بالذات مع الناس الحجمي. خلي بالك اللي انا بقوله ده، الناس اللي حجمي، انت لو رفيع مش هتاخد بالك من الحته دي قوي. موضوع الدراعات مضايق سنه في القعده، يعني هو في رايي الشخصي المتواضع محتاج كرسي تاني للاندور.
والاوتدور يسيب ده زي ما هو، ده من احسن الكراسي الاوتدور الموجوده في مصر، ده حقيقي يعني. بس مش عملي قوي وانت بتاكل، هو حلو كده وانت قاعد مجدوع وماسك القهوه بتاعتك مثلا، ولو سيجاره بتدخن او واتيفر، فاهم؟ حلو. انما قعده الاكل لا، مش في هسه كده، مش مظبوطه يعني. بس تخيلوا بقى لما هو ده بس اللي انا ضايقني في تجربه زي دي. برافو بجد، انا استمتعت جدا جدا جدا. وطبعا عشان عندنا فاكيوم بره، فانا هاخد ده جنبنا هنا عشان احنا عندنا عارف الفاكيوم اللي هو بيسموها ايه، مكنه الكهرباء دي اللي بننضف بيها السجاد، احنا عندنا واحد كده بقى، اي حاجه يحط بوزه عندها ما تلاقيش فيها حاجه بعد كده. فانا حطيت ده قدامي عشان قبل ما اقول لكم مع السلامه ابقى ضامن حقي على الاقل، هو يشفط دول زي ما هو عايزين. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.